السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كل شيء مزيانين، كل شيء مليح. هالنهار تبعوني حتى الاخر، وبغيت ندير معاكم بايا نتاع الكفته. كتجي زوينه، راه ماشي غير بالحوت، حتى بالكفته كتجي زوينه. عندي هنايا واحد الربع ديال الكفته، عندي هنايا الروز، انا غسلته ودرته في الشبكه يكثر على حساب. شوفي الحساب نتوما شحال عندكم نتاع الناس. انا درت هنايا هذا الزلافه ونص نتاع الروز. عندي هنايا شويه الجلبانه، عندي هنايا واحد البصله، جوج طروس د الثومه، واحد الطوماطيشه، والزروديه خيزو. كل واحد شنو كيقول له، غنقطعوها الخيزو رقاق وحتى نشحر هاد البصله. بسم الله نبدا. انا غنجيب المقله نيشان، نقطع لكم بالمقله باش ما نبقاش نربو ليش الحوايج. غنجيبو هاد البصله نقطعوها رقيقه. الا بغيتو تحكوها في الحكاكه حكوها. هما خص تشلضوها رقيقه باش ما تبانش كاع داك البصله من غادي تطيح تشحر، باش ما تبانش. غادي ندير الثومه، ها الثومه هنايا باش ما تبانش لحساب الدراري. غادي نديرو الملح، شويه الملح، الملح على حساب الذوق. غادي نديرو شويه زعفران ملون، غادي نديرو الزيت. ميم الكفته راها فيها الشحمه، غادي ندير انا واحد ربعه د المعلقات الزيت وصافي. دابا غادي نرد هاد البصله تشحر، ملي تشحر مزيان غادي نقطع عليها الطوماطيش ثاني تشحر، غنزيدو الكفته تشحر. ايه دابا شحرنا داك البصل مع الطوماطيش، دابا غادي نزيد ديك الكفته. هي فيها الثلج عاد، كانت عندي في الكونخيلار. دابا غادي نشحروها مزيان مع هذا البصل، وعنديرو المقادير فيه. هي دابا كتشحر، دابا غادي نزيد عليها الكسر والمعدنوس. وغادي نخليوها تشحر مزيان. دابا غادي نزيدو المقادير. عندي التحميره الحاره، غنكثر شويه اللي يعجبلو الحار. عندي التحميره حلوه، عندي شويه الكمون، غندير غير شويه ماشي بزاف. ها ندير شويه القرقوم ماشي بزاف. غادي ندير هذا الرز يتقلى معاه شويه في الزيت باش يجي مزيان.
غادي نخليه شويه يتشحر مع هذا المقادير. دابا راني شحرت داك الرز مع الكفته، دابا غادي نزيد لاصوص الطوماطيش. غادي نزيد الزروديه خيزو، غادي نزيد الجلبانه، ودابا غادي نديرو اللي ندخلو الفران. هي دابا غادي نديرو هذا نتاع الفران، انا في كلشي المقادير، انا حميت الفران ودابا غادي ندير الماء. الماء غادي ندير واحد نص سيئة رود الماء، وغادي نجيبو لومينيو غادي نديروه عليه باش ندخلوه للفران. غادي نجمع كلشي بلومينيو، وغادي ندخلو الفران. انا شعلتو انا الفوق والتحت حتى يطيب واحد نص ساعه هكا نشوفلو. هيا دابا طيح يدنا هذا الفران، خليتها فخ 45 مينوت. بسم الله نحيدو عليها. كتخرج غير الكفتة كتخرج واعرة واعرة، والله الا كتخرج واعرة، كتعجب للدراري. بسم الله نعمر معكم في الطبسين. نتمنى ان شاء الله يعجب لكم هذا الفيديو، راه جربوها كتخرج بنينه كتعجب العيال. ايوا هي بالا ديالنا راها واجده. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم، الى عجبتكم ما تنساوش الاشتراك وما تنساوش اللايك، وصيفطيها لاصدقاء ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله.